جنة بعجلون سيدي. وافد مصري تضمن مين في من أبناء عين جنة هون؟ وافد مصري تضمن مخبز قبل 3 سنوات ونصف في عين جنة. هذا الوافد اليوم يجوب شوامع عين جنة لاند كروزر 55,000 دينار حقها، مش من الخبز، من تجارة الطحين. يحرم جلده؟ لا مش حرام، لأنه هذا حسابنا كله.